احنا دلوقتي داخل اول معمل بندخله من معامل الدكتور احمد زويل. هذا المعمل زي ما انتم شايفينه، انا بتخيل الدكتور زويل وهو واقف هنا، معايا الدكتور محمد ثروت، وهيكون معانا كمان دكتور جامبو، هو احد الباحثين في مع الدكتور زويل من ضمن الفريق البحثي من الصين. اهلا وسهلا مستر جامبو. Now everyone is talking about clean energy, so we are also very interested in this topic. Now currently we are working on several projects to understand the mechanism behind the new generations of solar cell materials. So based on this mechanism, so maybe one day we can make more efficient photovoltaic devices which will benefit each family. So our machine actually has a advantage to directly see how the light is involved in this material and to understand the physics behind the functionalities. طبعا الزميل جيمبو بيشرح لنا ان المعمل هنا مهتم بدراسة الديناميكس او الديناميكا اللي بتحصل جوه المواد الصلبة، وده مفيد جدا في تطوير التكنولوجيا الجديدة لتطوير صناعة الالكترونيات بصفة عامة، زي صناعة الكمبيوترز او السيلفونز او LCDs، كل الصناعات المعتمدة في اساسها على حركة الالكترونات داخل المواد الصلبة. طيب ما احنا بنصنعها بالفعل، ايه الاكتشافات اللي هتضيف فهتغير ايه؟ زي ما حضرتك عارف ان التكنولوجيا ما بتقفش عند حد، كل يوم في حاجه جديده، فاللي احنا بنحاول نكتشفه هنا الديناميكا جوه هذه المواد. فبالتالي بدل مثلا ما حضرتك عندك كاميرا 8 ميجا بكسل تبقى اكتر من كده، وتقدر يحصل تطور في حركه الالكترونيات، بدل ما سرعه الكمبيوتر الحاليه مثلا سرعه معينه، لا نقدر نزود هذه السرعه اضعاف، فبالتالي نقدر نستفيد من التقدم التكنولوجي في الحاسبات والسيلفونز والكمبيوترز والحاجات دي كلها، في سواء في البحث العلمي او لشتى مجالات الحياه زي ما حضرتك عارف. دكتور زويل بيجي يقعد في المعمل ده؟ دكتور زويل زي انت عارف حضرتك ان هو مشغول جدا، ولكن من وقت للتاني بيحب يجي يتفرج على الشغل بنفسه، وخصوصا لما يكون في نتائج مبشره لحاجه جديده في الساينس وتعمل يعني اضافه جديده، فهو بيحب يجي يبص عليها بنفسه. ممكن تخلي دكتور جامبو يقول لنا انطباعه ايه عن الدكتور زويل، احساسه هو بيشتغل معاه، ايه اللي اكتر حاجه اتعلمها منه؟ Jimbo would like to ask you about how you feel being a member in Dr. Zweil's group and what you learn from Professor Zweil. Of course, it's a very high honor to work with Dr. Zweil, and he always teaches us what is significant to the science community and what's important to study, worth studying, right? So actually it's very precious chance to work with Dr. Zweil. I will remember every moment, every meeting with him, because I benefit a lot from each discussion with him. هو بيقول ان شرف كبير ليه ان هو يشتغل في المجموعه البحثيه لدكتور زويل، وان هو بيستفيد منه جدا، وهو يفضل يتذكر جميع الاجتماعات اللي ضمتهم مع بعض في عشان يدسكاس او عشان خاطر يناقشوا اي نقطه بحثيه، وهو اتعلم من دكتور زويل ان هو يطور افكاره البحثيه. طيب ممكن نبص بصه كده بالكاميرا بس على تفاصيل المعمل ده. ممكن دكتور محمد تقول لي الجزء ده بيتعمل فيه ايه؟ ده الجزء اللي بيتم فيه التصوير، وهنا الجزء الخاص بالليزر. فالليزر بيجي يولد الالكترونات اللي بنقدر من خلالها نصور الحركه الديناميكيه جوه المواد الصلبه في التشامبر ديت او في الحجره الفاكيوم ديت للاكسبرمنت. ده زي ما قلت لحضرتك ده الجزء الخاص بالليزر وتوليد الليزر. الجزء ده كده هذا المعمل حديد. المعمل ده حديد. يعني
كام سنة؟ هو دوت من تقريبا 2005 2006 اعتقد ان هو ده المعمل ده قبل ما اكون انا موجود في المجموعه البحثيه، بس ده كانت اول التطويرات اللي حصلت علشان خاطر نوصل بعد كده للميكروسكوب. بتقضي وقت قد ايه هنا يا دكتور؟ عادة هنا في كالتك الموضوع تنافسي شوية وكل الناس بتشتغل very hard worker، فبنقضي حوالي 12 ساعة من 10-12 ساعة، وفي بعض الأيام اللي بيكون فيها تجارب بنستمر لغاية ما التجربة تخلص، سواء ده كان 10-12-18 ما نقدرش نقول للتجربة يعني بنكمل على طول لغاية ما نقدر نخلص البحث بتاعنا.